انت عرفت صبري ده ازاي وجبته منين؟ ما جبتوش، هو اللي نقلي. ايوه باعتباري محامي. اتفضلوا. ميرسي يا ام ابراهيم، تسلم ايديك. اي خدمه تانيه؟ اشكرك. ثانك يو. يا ستي لما جالي بقى كان عنده راجل بيشتغل معاه مسكوب كميه مخدرات رهيبه، وانا رفضت طبعا. لما طلع لي بقى خيط رانيا قلت عشان احبوك على سليم لازم لي واحد زي صبري. وانت مش قلقان من صبري ده؟ هو لما اقول له انا هدافع عن الراجل بتاعك ببلاش، مش هاخد منك اتعاب والعب معاه بمعرفه المباحث، هيوافق؟ صبري ده في الاخر مجرم، يعني انت ما ينفعش تديله الامان. واضح انك اشتغلتي مع المباحث كتير. مباحث؟ انا بقيت استاذه ورئيسه قسم. عندك سليم اهو، يعني كان زي بابايا واقرب حد ليا في الدنيا، بحبه جدا. طلع في الآخر رئيس عصابة. عارف يعني إيه رئيس عصابة؟ أنا كنت فاكرة إن الناس دي موجودة في المسلسلات والأفلام بس، اكتشفت إنه لأ، هي أقرب مما أي حد ممكن يتخيل. ما هو إحنا لو قعدنا نتكلم بقى جو العصابات ده مش هنخلص. أوريكي حاجة. شايفة دي؟ إيه دي؟ دي آخر رصاصة خدتها قبل ما أطلع من الداخلية. في خمسة قبلها، واحدة منهم هنا هو بالظبط. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أقول لك الحقيقة. وأنا اللي كان هيغمى عليا لما الرصاصة عدت كده من جنب كتفك؟ طب أحكي لك حدوتة. مرة كنا طالعين المركب، عملية كبيرة جدا، وفي واد مهدد شارع بحاله، معاه كلبين كده خاضت الناس بيهم وفارض إيدوات على كل الناس. وإحنا طالعين السلم كده أهو، ألاقي لي كرشاش في كل حتة. يعني الرصاص كان بيعدي منين؟ جنب ودني. كفاية كفاية. أنا الحكايات اللي زي دي بتوطي لي ضغطي وبتدوخني وما أقدرش أستحمل. ده في من ده كتير. اللي شفتيه أنتِ في الأفلام، إحنا شفناه في الواقع. عارف أنا ساعات كده بقعد أسأل نفسي، إيه في الدنيا ممكن يخلي البني آدمين بالشر ده؟ حاجات كتير. أولها إن ربنا خلق الدنيا كده خير وشر. الحاجة التانية أعتقد إن في ناس ما عندهمش إحساس بالرضا مهما كان معاهم، فيتصوروا إنه ما فيش حساب. خد بالك؟ مع إنه يعني في شوية عدل ناقصين في الدنيا، فكل واحد بقى بيبرر لنفسه اللي بيعمله. لا يعني أنا مش مقتنعة مثلا إن واحد زي سليم بعد كل اللي عمله ده ممكن يكون شايف نفسه صح. مفيش كلام، هو شايف انه لما بيع مخدرات ده بيزنس، لما يقتل هو بيدافع عن وجوده او حياتك وبيبرر لنفسه. مهمتنا احنا بقى نيجي نقول له ايه، اقف عند حدك، احنا بتوع القانون. لا ما تعملش كده، في عقاب. بس يا رب بقى يقف عند حده، الكابوس ده يخلص. هيخلص إن شاء الله، هيخلص. كلها كام ساعة ويجي يسلم المخدرات لصبري فيلاقي إن أنا واقف له أنا والمباحث. تفتكر لما يتقبض عليه بعد موضوع المخدرات يعني هيعترف بكل اللي عمله قبل كده؟ بالتأكيد. حتى لو ما اعترفش كل اللي حواليه هيعترفوا. زي إيه؟ زي ما يكون في حجر كبير كده لما بيقع مش بيقع وراء الحجارة الصغيرة اللي حواليه، والرجال اللي واقفين تحتيه مش بيجروا زي الفرن؟ مش فاهمة أوي. مش مهم. لا فاهم. استني لحد ما النتائج تجيلك. ما أنت اللي عمال تحكي من الصبح وأنا اللي قلت لك احكي. أنا غلطان اللي بطمنك؟ أنا مطمنة. يعني خلاص مش خايفة؟ بص بقى يا سيدي، في الأول خالص 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 كنت خايفة جدا جدا ومرعوبة، ماشي؟ بعد شوية اللي هو من قريب كنت خايفة بس أقل، ودلوقتي برضو لسه خايفة. لا بهز، ما بقتش خايفة خالص. مش انت اللي قلت لي؟ طمني. طب أنا عندي طلب بقى. موافقة. من غير ما تعرف إيه هو؟ مش انت برضو اللي قلت لي أنا أفكر لك وانتي تنفذي؟ صحيح. طيب
لما تبقي معايا تتكلمي كأنك بتتكلمي مع نفسك. هو انت يا ياسين مش حاسس خالص ان انا بعمل كده اوريدي؟ يعني مفيش احساس يعني. طب ليه ما قلتليش ان ماما جت هنا؟ طب وانت ليه ما قلتليش ان انت عرفت ان ماما كانت هنا؟ مش معقول يا ربي اسال سؤال تسالني 10 اسئله. طب قالت لك ايه؟